تحته المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من أصل واحد، المحبة والسلام. فربنا الذي خلقنا هو السلام. ثم قال: إن أكرمكم عند الله ليس المسلم، ليس المسيحي، ليس اليهودي، بل قال أتقاكم، أي أنفعكم في إعمار هذا الكون. فكل من عمر في هذا الكون فهو أكرم عند الله من أي إنسان دمر وخرب ثم ادعى أنه ينصر دينه، سواء كان مسيحياً أو مسلماً أو يهودياً. أقول لكم: الدين للديان والوطن للإنسان، كل الإنسان بغض النظر عن انتمائه الديني. أقول أن اليوم مصر حاضرة في هذا المكان في بيت يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. مصر حاضرة، مصر الحضارة، مصر بهويتها الحقيقية، مصر التي مصرت اليهودية ومصرت الإسلام ومصرت المسيحية. لذلك لن تجد شكلاً للدين إلا في مصر. مصر أرض الحضارة ومهدها ومهد الأديان التي على ترابها سار الأنبياء. تحية اليوم لكل إنسان جاء ليؤدي واجب عزاء في بنت مناضل يمثل رمزاً للإنسانية. رجل دافع عن كل إنسان